ينضم معنا من إسطنبول للحديث عن مستقبل الأوضاع في ليبيا بشأن تأكيد الأمم المتحدة على الحل السياسي والمباحثات التركية الروسية الأخيرة. ينضم معنا السيد يوسف كاتب أوغلو، الكاتب والمحلل السياسي التركي. أستاذ يوسف كاتب، مرحبا بك. كيف تقرأ ما وصلت إليه الأمور في ليبيا؟ هل من حل سياسي يلوح في الأفق فعلا؟ خير، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بداية، تركيا حريصة على الحل السياسي والدبلوماسي، وقد قامت منذ بداية الاتفاقية الأمنية بينها وبين حكومة الوفاق الشرعية بتفعيل الحل السياسي والدبلوماسي منذ مؤتمر موسكو الذي هرب منه حفتر، ثم مؤتمر برلين الذي أيضا رفض التوقيع عليه حفتر. والآن العلاقات أو التفاهمات واللقاءات مستمرة بين كل من تركيا وروسيا. روسيا هي الآن عنصر أساسي، حيث أن هنالك أكثر من 3000 عنصر من الفاغنر موجودين بطريقة غير رسمية على الأراضي الليبية. الاستعدادات لتفعيل والحصول على نتائج إيجابية سياسيا ودبلوماسيا مستمرة ومتواصلة، لم تنتهي الآن ولم تصدر هنالك نتائج نهائية بسبب تعنت الطرف الروسي في الإصرار في إقحام حفتر في العملية السياسية. ترفضه تركيا جملة وتفصيلا، حتى مجرم حرب، ولا يمكن أن يطلق بمجرم حرب يداه ملطختان بالدماء. الحكومة الشرعية الليبية أيضا ترفض حفتر كطرف سياسي. النقطة الثانية، الفاغنر موجودين بطريقة غير شرعية، وبالتالي تركيا تريد من روسيا أن تسحب قواتها من مدينة سيرت ومنطقة الجفرة. المباحثات الآن منصبة على هذا الخيار، يجب سحب هؤلاء لأن العملية السياسية والدبلوماسية إذا ما لم لو تحدثنا معينة. أستاذ يوسف كاتب، لو تحدثنا عن الدور التركي، إلى أي مدى يمكن أن يسهم في حل سياسي في ليبيا؟ الثقل السياسي التركي غير قابل للنقاش، واضح تماما، ولكن تركيا ليست فقط سياسيا ودبلوماسيا، هي أيضا موجودة على الأرض أمنيا ولوجستيا واستخباراتيا وعسكريا. سياسيا الآن تركيا أعادت التوازن ودعمت الموقف الليبي، موقف الحكومة الشرعية بشكل قوي. تركيا دولة لها وزنها الإقليمي، وتركيا هي دولة فاعلة عضو في الناتو، وهي الآن تدعم الشرعية بشكل واضح وقوي. وأتوقع أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا والناتو أيضا الآن بعد دخول تركيا إلى الملف الليبي بشكل واضح وصريح قوي وشكل قوي، أنها دعمت الموقف سياسيا ودبلوماسيا. لكن المهم الآن هي فرض الشرعية على الأرض. الموقف الدبلوماسي والسياسي هو ليس له تأثير على الأرض إلا إذا ما كان هنالك فرض للشرعية وسيطرة حقيقية على الأرض. التدخل التركي والدعم التركي هذا أفاد جدا، فك الحصار عن طرابلس وحرر الكثير من الأراضي ميدانيا فعليا بدعم قوات الجيش الليبي الشرعي. الآن العقدة الرئيسية الآن في الملف الليبي هي سرت ومنطقة الجفرة التي ما تزال هي تحت سيطرة الإنقلابيين. وبالتالي المباحثات الدبلوماسية والسياسية إذا ما لم تنتج أي نتائج سيكون هناك تدخل أيضا عسكري وفرض الشرعية بالقوة في الأيام القادمة. أما قضية أن يكون هناك مبادرات وقف إطلاق النار والحديث عن وقف إطلاق النار، هذا لا يمكن إلا بعد الفرض الشرعي على الأرض. طالما هنالك مدن تحت سيطرة إنقلابيين وتحت سيطرة ميليشيات مسلحة تهدد الشرعية في ليبيا، فتركيا لن تتوانى عن دعم الشرعية بكل الأوجه سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا. إلى أي مدى ترى أستاذ يوسف أنه يمكن التعويل على المباحثات الروسية التركية لدفع الأمور للأمام؟ يعني كما هو من ضمن المؤشرات الحالية على الأرض، هناك اختلاف تركي روسي حول ليبيا بدأ واضحا من خلال توجه موسكو لدعم حفتر، بالإضافة إلى ما تفضلتم به عن مطالبة تركيا لروسيا بالانسحاب أو سحب قواتها من سرت. يعني هل ترى أن هذا ممكن من أجل إيجاد انفراجة للضغط مثلا؟ طبعا مع الأسف الساحة الليبية أصبحت هي ساحا وملعبا لتصفية حسابات دولية أو توازنات دولية إن شئت تسميها. وبالتالي ليس فقط تركيا وروسيا معنيان بحل الأزمة في ليبيا، هنالك دول أخرى تحاول أن تجد لها دورا وأن تؤثر على المباحثات أو على وقف إطلاق النار أو على الأمن والاستقرار في ليبيا. ومن ضمن هذه الدول نجد أن دولة مثل فرنسا هي أيضا تدعم من تحت الطاولة حفتر وتحاول أن تؤثر
على القرار السياسي، مع أنها تعترف بحكومة الوفاق، والسفير الليبي في فرنسا هو تابع لحكومة الوفاق، ولكنها فعليا هي تدعم حفتر. هذا نموذج من نماذج النفاق السياسي الأوروبي. الاتحاد الأوروبي كذلك هو يحاول أن يحد من الوجود الروسي في ليبيا خوفا على مكاسبه. الناتو منزعج من وجود روسيا ومن التقارب الفرنسي مع حفتر. تقاطعات المصالح والتوازنات الإقليمية هي التي ستحدد ما ستؤول إليه المآلات في ليبيا، ولكن أبقى تركيا هي الرقم الصعب. تركيا هي الدولة الوحيدة الموجودة على الأرض الداعمة لحكومة الوفاق، لا توجد ولا أي دولة أخرى حقيقة ميدانيا وعسكريا بالإضافة دبلوماسيا وسياسيا تدعم حكومة الوفاق وتدعم وحدة الأرض الليبية باستثناء تركيا. الكل هنا موجود إما لتصفية حسابات أو لتوازنات إقليمية واستراتيجية، ولا أتكلم عن الدول الأخرى التي هي عبارة عن منفذة لأجندات دول أخرى، مصر، الإمارات، السعودية، لا تملك من أمرها شيء، هي تنفذ ما يملى عليها من الدول الغربية. وبالتالي تركيا وروسيا هما الآن الفاعلان الأساسيان في الأيام القادمة والمرحلة القادمة. إذا تم التوصل لتفاهمات ستكون نتائج إيجابية، وأنا أستبعد هذه التفاهمات وأتوقع أن ستكون هنالك عملية عسكرية إلى سرت الجفرة من قبل الجيش الليبي الشرعي وحكومة الوفاق مدعوم من قبل تركيا. شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف كاتب أوغلو، الكاتب والمحلل السياسي التركي.